الشحانية والمضمر جار بن محمد بن عقيل المري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، ما زالت الإبداعات متواصلة في هذا اليوم، شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا الصباح، المسافة 8 كيلومترات والتحديات ما زالت متواصلة لهجن أصحاب السمو الشيوخ والانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة ليتقدم مع الواعية هجن الرياسة وعلي بن يميل لهيبي من يقدم لنا الواعية في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. المركز الثالث وصلت أو الثاني وصلت انذار لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي من يقدم لنا أيضا هذه البطلة في هذا التحدي المثير. المركز الثالث اللي تقدمت في هذا الانطلاق المثير وصلت هناك إثبات لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية من يقدم لنا إثبات في هذا الإبداع الكبير والتحدي المثير. الوصول والتحرك أيضا مثير على رابع المراكز اللي تتقدم هناك الشاهينية، هجن العاصفة وغياث الهلالي من يتقدم في هذه اللحظات، الوصول من ميزة هجن الرياسة وصالح بن سعيد المري من يتقدم في هذا الانطلاق المثير والتحدي أيضا الرائع. دورنا على خامس المراكز أو المركز السادس في هذا الانطلاق، وصلت الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي من يتقدم في هذا الإبداع الكبير. المركز السابع اللي أتتنا فيه في هذا الانطلاق شواهي لهجن الرياسة والمحارب بن مغير بن سالم العميمي واللي تقدمت من الجانب الآخر، وصلت هناك الشاهينية على ثامن المراكز وهجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق من يتقدم. المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات هملولة هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، والمركز العاشر تقدمت في هذه اللحظات زعزعة أيضا لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم المجازفة في هذا الانطلاق المثير والتحدي أيضا الرائع. والعشر المراكز الأولى في هذا الانطلاق أيضا الجميل والإبداعي أيضا المستمر، لنعود مع صدارة هذا الشوط، لنعود مع الانطلاق والمعركة الأمامية مع أيضا شعار هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي من يتقدم في هذه اللحظات. ولكن التغيير الذي طرى وجرى مع انطلاقتي أيضا إثبات تريد أن تثبت النفس في هذا الشوط، هجن الشحانية ليتقدم المشاغب محمد بن خالد العطية يتقدم في هذا الشوط، يتقدم في هذا التحدي. المركز الثاني وصلت انذار أيضا تتحرك انذار لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبروك الوهيبي من يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت هناك الشاهينية لتتحرك أيضا الشاهينية مع أيضا هذا الأداء الجميل والتحدي المثير لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتقدم في هذا الشوط. المركز الرابع الوصول والتحرك في هذه اللحظات، وصلت هناك الواعية لهجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي من يقدم لنا الواعية في هذا الانطلاق، يتحرك مع تحركات الواعية الظافر بوسعيد. المركز الخامس تتقدم هناك ميزة وهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعري المري من يتقدم في هذا الانطلاق. ولكن شوف اللي وصلته، شوف اللي تحركته، شوف ايضا اللي ايضا بدت في الانطلاق المثير والتحدي الرائع. وصلت هناك ايضا الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي، انتصفت المسافة الى 4 كيلو وانتهت، بدينا في الاربعة ايضا الاخيرة التي تفصل عن الانجاز، تفصل عن الناموس في هذا الشوط. شعار ايضا المتألق يقدم
تقدم ايضا مع ايضا هجن زعبيل في هذا الانطلاق المثير ليتقدم في هذه اللحظات اللي وصلت في هذا الابداع. وصلت الشاهينية هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشهد يتقدم في هذا الانطلاق المثير، ولكن وين الكوكب الخلفية؟ الكوكب الخلفية التي ايضا قادمة بقوة نحو الصدارة. هناك لتتقدم شواهين وهجن الرياسة حارب بن مغير العميمي ليتقدم في هذا الإبداع اللي قادم الجانب الآخر. وصلت هناك ايضا هملولة لهجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي يقدم لنا ايضا هملولة في هذا الانطلاق المثير والتحدي ايضا الرائع. وصلت ايضا الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتقدم في هذا الشوط، يتقدم في هذا الانطلاق. شوف اللي وصلت من الجانب الاخر اللي تقدمت هناك عزايم هجن الرياسة والمجازف بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم في هذا الشوط، من يتقدم في هذا الانطلاق. شوف اللي واصل من الجانب الاخر، هناك ايضا شعار الرياسة وايضا المجازف من يتقدم في هذا الابداع. وصلت هجن بشاير لتتقدم مع البشاير ايضا والمضمر حميد بن محمد بن رامس اليا حافي، ولكن وين الاداء؟ وين التحدي؟ ما شاء الله يا اثبات 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 اثبات، ما زالت متواصلة مع التألق ليتقدم المشاغب مع هجن الشحانية مع ايضا هذا الانطلاق الانطلاق الجميل والتحدي الرائع. ولكن الضغوطات قائمة، الضغوطات ايضا قائمة من ايضا الواعية لهجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي. وصلت ايضا العواصف لتقدم ايضا الشاهينية هجن العاصفة في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الابداع ايضا الرائع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، غياث الهلالي الكوكب الجميلة المثلث ايضا الذهبي مثلث الرعب من يتقدم في هذه اللحظات ما بين العاصفة، ما بين أيضا الشحانية، ما بين الرياسة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، إثبات الواعية وأيضا اللي أيضا تتقدم اللي تغير الأسماء اللي تتقدم أيضا الشاهينية مع هذا الإبداع الكبير مع هذا الانطلاق المثير مع ايضا هذا التحدي ايضا الرائع. هجن العاصفة وغياث الهلالي من يقدم لنا ايضا هذه البطلة المركز الثاني. وصلت الواعية، تحركت الواعية، ما زالت صامدة. الله لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يقدم لنا ايضا هذه البطلة المركز الثالث. تتحرك معنا اثباته لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، تحرك المتألق ليقدم لنا ايضا هذه البطلة، يقدم لنا ايضا بقول الشاهينية هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في هذا الانطلاق المثير والتحرك ايضا الرائع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، اللي وصلت هناك ايضا انذار لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبروك الوهيبي يقدم لنا ايضا احد البطلات في هذا الانطلاق المثير. وصل ايضا شعار الظافر او هناك شعار الرياسة والمضمر علي بن يمي الوهيبي ليقدم لنا ايضا في هذا الانطلاق، يقدم لنا هملولة. تحرك ايضا شواهين هجن الرياسة حارب بن مغير العميمي في هذا الانطلاق، شواهين ايضا قادمة لهجن العاصفة بهذا الانطلاق المثير. غياث الهلالي في هذا الابداع المستمر اللي وصلت ايضا من الجانب الاخر، وصلت هناك زعزعة هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ما شاء الله وتبارك الرحمن، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، التحدي المثير ما بين هذه المؤسسات، هذه المؤسسات العملاقة، هذا التحدي المثير. غياث الهلالي من يتربع لعرش الصدارة مع هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، الشاهينية 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 مع الإبداع المستمر مع التحدي المثير. غياث 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 غياث
غياث الهلالي، غياث الليالي، تحركت الواعية، بدأت في التحرك الآن مع حقن الرياسة، علي بن يمي الوهيبي يقدم لنا الواعية، المتألق بدأ في الانطلاق ليقدم لنا الشاهينية، مع حقن زعبيل، راشد بن محمد بسعيد بن مروشد ما شاء الله وتبارك الرحمن، الثلاث المراكز الأولى، التحدي المثير، الإبداع المستمر، الانطلاق أيضا المثير، ما بين الرياسة، ما بين العاصفة، الشاهينية، 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 الواعية، ولكن الشاهينية، بقول تهانينا والناموس لهذه الإمبراطورية العملاقة، ما شاء الله يا الشاهينية، لهجن العاصفة، غياث الهلالي، تهانينا والناموس، سلام إلى دانة الدنيا دبي، تهانينا والناموس أيضا لغياث الهلالي المركز الثاني، هناك أيضا الواعية لهجن الرياسة مع هذا الانطلاق علي بن يمي الوهيبي المركز الثالث، هناك أيضا الشاهينية لهجن زعبيل المتألق راشد بن محمد بن مروشد، هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع، المركز الرابع شواهين هجن الرياسة حارب بن مغير العميمي في هذا الانطلاق المثير والتحدي أيضا الرائع، تهانينا اللي وصلت على خامس المراكز إثباته لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، تهانينا والناموس لجميع أيضا الفائزين في هذا الانطلاق المثير والتحدي أيضا الرائع والانطلاق أيضا المستمر في هذا الانطلاق المثير، لحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية، هناك هجن العاصفة غياث الهلالي أيضا من قدم لنا هذه البطلة وهذا في هذا التحدي المثير، لحظات وصول خط النهاية مع هذا الانطلاق 12 دقيقة 12 ثانية جزءا واحد من الثانية، التوقيت الأفضل في هذا اليوم مع انطلاقة الشاهينية ما شاء الله، المركز الثاني الواعية هجن الرياسة مع هذا الانطلاق علي بن يمي الوهيبي 12 دقيقة 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لظافر المضمرين على هذا الانطلاق المثير والتحدي أيضا المثير والأبداع أيضا المستمر، المركز الثالث هناك الشاهينية في هذا الانطلاق الرائع هجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد 12 دقيقة 15 ثانية 4 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام نحيي